متتبين الاعزاء، كتير لبس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال نتوما والاهل ديالكم. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم البيله اللي كلشي كيعرفها، غنيه على التعريف، الغريبه الصراحه كتجي غزاله، وبغيت نشاركها معكم مقادير بسيطه في متناول الجميع، الصراحه معتمده عندي كتجي رائعه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وبلا ما نطول عليكم ندوزو للمكونات. كما كتشوفوا عندنا جوج كيسان ديال السكر ثقيل، عندنا كاس ديال الزنجلان، يمكن لكم تجي تضيفوا اكثر على حسب، عندنا ثلاثه ديال الكيسان ديال الزيت الروميه، جوج خمارات حمرين، عندنا فاني، وبالنسبه للقرفه عندنا معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه ديال الخميره. هاد الخميره هذه الصراحه هي السر ديال التشقوق ديالها اللي قلت لكم، اللي كيجيبها مشققه الصراحه كيجيبها رائعه. وما نساوش واحد قبيصه ديال الملحه. كما كتشوفوا مكونات البسطه، دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا جبت واحد الكسعاد اللي درت فيها كيلو ديال الدقيق الفرص الممتاز ديال الحلويات. بالنسبه للناس اللي ما عندهم شي العبار يستعملوا بكاس العنبه، عندنا 8 ديال الكيسان ديال كاس العنبه كما كتشوفوا، 8 ما يعادل كيلو ديال الدقيق. كنضيفوا عليه ربعة ديال السكر ثقيل، سكر كلاصي، الزنجلان كما كتشوفوا كاع النواشف كنضيفوها، عندنا القرفه كما كتشوفوا القرفه حيت كتعطينا واحد لوغو اللي غزال، وبالنسبه للزنجلان راه صراحه حتى هو كيعطي واحد المذاق، يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتوا. دابا غادي نضيف الخميره معجنه، الا عندكم مثل الخبز معجنه يمكن عندكم حبيبات ضيفوها. نضيف الخميره، كيس ديال الفاني ما يعادل 7.5 غرام، وعندنا جوج خمارات حمرين ما يعادل 8 غرام. الصراحة هاد البهلة هادي كتجي زوينة ورائعة. كما كتشوفوا دابا بديت كنخلط هاد النواشف مع بعضياتها حتى كيتجانسو، ودابا نبدا كنضيف الزيت تدريجيا شوية بشوية على هاد الشكل هذا. هكا غادي نستمر حتى نخوي ثلاثة ديال الكؤوس اللي عندي ونجمع العجين. هانتوما كما كتشوفوا انا بقى ليا هذا المقدار، هذا درت جوج كيسان ونص حيتاش الدقيق زوين، الا كان شي دقيق ماشي زوين حيت على حسب بعض المرات النوعيه ديال الدقيق اللي كتحكم، يمكن لكم تستعملوا ثلاثه الكيسان اكثر، ما يعادل 3.5. واهم حاجه في هذه الغريبه هذه هو انكم تعطيو هذا الليك مزيان مع سر التشقوق ديالها اللي كما فيت اللي ذكرت لكم، انكم تضيفوا معلقه ديال الخميره ديال الخبز، خميره معجنه او خميره حبيبات، صراحه كتجيبها غزاله، وحتى القرفه كتعطيها واحد النكهه رائعه. هكا غادي نستمر ونجمع دابا العجينه ديالي، خليكم معايا. كما كتشوفوا هاي العجينه بعد ما جمعنا خليناها ترتاح واحد شويه، صافي دابا كنجيبوا الطاوه ديال البيله. كما كتشوفوا اللي هي هذه الطاوه ديال البيله، وكنبداو على بركه الله كناخذوا القياس وكنبقاو كنستعملوا هذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا هذه الطريقه كنجيبوا هنايا
وهذا القنت هذا على هذا الشكل هذا صافي. كنحطوا على الطاوله ديالنا هاكا غادي يستمر حتى لسالي العجين ديالي كما كتشوفوا. باش نوضح لكم الصوره اوضح كناخذوا على هذا الشكل هذا هذا. بالنسبه للحجم ديال الغريبه نتوما كتحكموا بيه، بغيتوها صغيره شويه بغيتوها كبيره كيف اللي بغيتو. تشتو العجينه انكم كتكتبوا بحال هكا وما كتفرتش عرفوا بلي العجينه هي هذه. الا شتوها ما تجمعاتش كضيفوا قليل من الزيت وتعاودوا تدكوها مزيان حتى تجمع كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. بعد ما ساليت دابا هما ساليت العجينه ديالي وناخذو من الفران ونتلاقاو. الفران كيكون سخون وعلى درجه 100 حراره 180 درجه كنسبقوها لتحت حتى كنطلعوها للفوق. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالي. كتجي على هذا الشكل، كتجي مشققه تبارك الله. وكما كتشوفوا في هذا الشكل هذا راني دفت فيه كاوكاو فلست، كتجي غزاله. اللي بغى يبدل المنظر الصراحه كتجي زوينه. وهنا راه درت عليه شويه القرفه بالنسبه لهادو اللي دايره فيهم كاوكاو، هادو خليتهم هكاك اللي هما كيجيو على هذا الشكل كما كيبان لكم تبارك الله في الصوره. ها نتوما مشققه مزيان اللهم بارك. وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وبصحتكم وراحتكم.